يا عم اوف، انت هتشوي الواد. بشوي ايه؟ الواد نفسه طابق عليه تقريبا اوفر دوز. هي الولاده دي اكلته ايه؟ قولي شربته ايه؟ يا حبيبي يا ابني. بصوا بصوا، واو دي هيز مام، كيوت قوي. انتوا لازم تحترموا امكم كده. على ايه؟ بضحك على ايه؟ اللي انت شايفاهم دول مقطعين نفسهم في المحاكم. طب ما هو بيصالحها قدام الناس اهو. لا ده بيعمل منظر. بجد؟ طبعا يا دكتوره، ده بيعمل منظر عشان يعمل ترند ويلم نقطه زياده. ايوه فسكنه. ومين غيرك يا حبيبي هيقيسها؟ هيا بتاع المناظر، فاكر انت وامك جماجم لما بصتوا لي فرحي من كل الله؟ ليه مالها جماجم يا فوقي؟ شلت امك وتلف بيها على المعازيم عشان تلم النقطه في فرحي. الله، مش الست عندها روماتيزم اللي هيجي وجع في عينيها يا رب. بتقولي حاجه فوقي؟ بقول حبيبتي ايه؟ سمير بيبص عليا. انا تفتكري هو عارفني بالمنظر اللي انا فيه ده؟ طب يبص علينا هيعرفك ازاي يا صبيحه كده؟ انت نفسك ما عرفتهوش لما شفتيه. ايوه طيب، يمكن ابو عبد قال له؟ لا 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 لا، ابو عبد يقول له ايه؟ ده انا قلت له اصلا ان انتوا نسايب عزبتي. كويس تلاقيش. طب انا عايزه افهم بس، طنط زوزو دي فين؟ ما بتجيش ليه؟ حبيبتي هتيجي هتيجي. اوف بقى عاصم، احلى تحيه كبيره للبشمهندس سمير مغاوري الكبار اللي طالع بنفسي يحيي العريس والعروسه. يا نهار اسود، العروس بالدولارات، كمان العروسه، وكمان العروس، كمان العروسه، وكمان العروس. دي فلوس ابوك، دي فلوس ابوك. شفتي انا كان عندي حق؟ ايوه كان عندك حق. ايوه هو اللي بعشقكم من وراكم.